السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل في تشابتر 3. في تشابتر 3 بناخد بقى إزاي ننتج كهرباء continuous بالـ AC generator. الـ structure بتاع الـ AC generator لو فرجنا مع بعض على الرسمة كده، okay. الـ AC generator مكون من أربع حاجات: واحد magnetic field، اثنين coil or armature، ثلاثة two slip rings، two graphite brushes. two graphite brushes. الـ graphite brushes دي اللي هنقل بيها الكهرباء لبرا للـ external circuit. كويس، ناخد بالنا شكل الكرنت اللي طالع alternative current. current بيغير قيمته كل لحظة من لحظات حياته. current بيغير اتجاهه كل نص cycle. نص cycle positive، نص cycle negative and so on. لما الـ plane of the coil يبقى parallel للفيلد، الـ induced EMF maximum. ولما الـ plane of the coil يبقى perpendicular للفيلد، الـ induced EMF الناشئة بتساوي zero. يبقى هنا zero لما كان perpendicular maximum، هو parallel zero. perpendicular واتقلب upside down parallel and perpendicular. ده الـ coil position. في أي لحظة من اللحظات الـ induced EMF اللي هتنشأ في الدينامو كويل نا ب ساين سيتا. N number of turns، area، B flux density، أوميجا، الأوميجا اللي هي الـ angular velocity اللي هي ثواني هنتكلم عليها ساين سيتا. سيتا is the angle between magnetic flux density and direction of motion، أو سيتا is the angle between magnetic flux density and mean normal to plane of the coil. اوكي، بصوا لي الاي انستنتينوس نابو ساين سيتا، الاوميجا هي 2 باي نيو وسيتا هي اوميجا تي. افك الاوميجا بقت 2 باي نيو تي. نخلي بالنا الباي هنا ب 3.14، اللي قبل الساين ب 3.14، اللي بعد الساين it should 3.14 عشان تبقى بالراديان اللي هي الساينتس فور ميجرينج البار، تمام، او الانجل جنرالي ميجرد بالراديان الساينتس، والباي اللي بعد الساين should be بالديجري 180 degrees. ما تنسوش ان الاي ماكس بتساوي نابو. الدينامو او الاي سي جنريتور ده جهاز بيكونفيرت الميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي. ما ننساش عدد المرات اللي بيصل فيها الكرنت الالترناتيف كرنت للماكسيمم فاليو بير سكند 2 نيو، عدد المرات اللي بيصل فيها الالترناتيف كرنت لزيرو 2 نيو بلس 1. اوعى تنسوا ان الاي افكتيف بتساوي اي ماكس تايمز 0.707. طيب الجراف ده عايز احكي معاكم كده شويه واقول لكم عليه. لو انا معايا هنا ده تايم او سيتا، وهنا دي الابسلون او الانديوس دي ام اف اللي هي الانديوس دي ام اف او الكرنت، وبعدين ده شكل الالترناتيف فولتج او الالترناتيف كرنت. هنخلينا كرنت عشان نثبت على حال. طبعا انت عارف الانجل هنا ب 0 90 180 270 360. ده اسمه IMAX. طيب هنا ده اسمه ايه؟ ده نص الIMAX. اوعوا تنسوا نص الIMAX بيحصل مرتين، مرة هنا عند انجل مقدارها 30 degrees، ومرة هنا عند انجل مقدارها 150 degrees. كويس، بصوا لي بقى ده مين؟ ده اسمه الاي ماكس بس في الاتجاه المعاكس. طب وهنا ده نص الاي ماكس في الاتجاه المعاكس او في النيجاتيف دايركشن.
كويس، بيحصل مرتين، مرة هنا عند الانجل دي اللي هي 30 بلس 180 اللي هي 210، 30 بلس 180، وهنا بيحصل مرة تانية عند 360 ماينس 30 فتطلع ب 330 ديجريز. بصوا لي بقى، لو انا قلت لكم مثلا سي ان ده بيحصل في تايم تي، تتخيل ان الماكسيمم فاليو بتحصل عند 3 تي، طب ال 150 5 تي على اساس ان ال 150 قد 30 خمس مرات، طب نص سايكل 6 تي، طيب ال 210 7 تي لان 210 قد 30 سبع مرات، دي 9 تي، هنا 11 تي، دي 12 تي. طيب لو خليناها ان ترمز اوف سكندز، بصوا لي كده، لو انا سي قلت ان ده بيحصل مثلا في 2 ملي سكندز، يبقى ده 6 ملي سكندز، 10 ملي سكندز لو 5 تي يعني قد ديت، وبعدين 12 ملي سكندز، 14 ملي سكندز، 18 ملي سكندز، 22 24 ملي سكندز، لو انا بدل ما اقول تي قلت بالتايم ان ترمز اوف ايه سكندز. اوكي تمام، يبقى ده حته المنظر ده مهم جدا في عمر الاي سي جنريتور. في حته تانية مهمه واحنا بنتكلم على الاي سي جنريتور لازم نبقى فاكرينها كويس قوي، لو انا ده الماجنتيك فلوكس دنسيتي، عندي كويل بيربنديكولار والكويل تحرك من البيربنديكولار بوزيشن للبارالل بوزيشن، الماجنتيك فلوكس هنا بيساوي اي بي وهو بيربنديكولار، الماجنتيك فلوكس هنا بيساوي زيرو، لكن انا لو اتكلم على الانديوس دي ام اف هنا بيساوي زيرو وهنا بيساوي ماكسيمم اللي هي ناب. يعني في الاخر خالص تعالوا نشوف الحته دي مع بعضنا اللي هي بنقول ايه، لو انا عندي كويل كان محطوط في البربنديكولار بوزيشن وتحرك من البربنديكولار بوزيشن للبارالل بوزيشن، لو بسال على الماجنتيك فلكس فالماجنتيك فلكس كانت ماكسيمم بقت زيرو، طب لو بسال على انديوس دي ام اف في التحرك ده كانت زيرو بقت ماكسيمم. وهنا لما نيجي نتفرج على الاكزامبل ده، انا معايا ماجنتيك فلكس بيتغير 0.08 بالنيجاتيف لزيرو اب 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 اب، ده through interval of time. The graph represents the change in the magnetic flux through the dynamo coil rotating in a uniform magnetic field if the coil has cross-sectional area 0.12 and 10 turns. Calculate the induced EMF. طيب ال induced EMF هقول ال Emax بتساوي na b. كويس. ال AB شلتها وحطيت بدلها phi. اللي الماكسيمم الماجنتيك فلكس اي بي تايمز بي. اوكي النمبر اوف تيرنز بال10 والفاي اللي هي اكبر قيمه للماجنتيك فلكس اهي بجيبها من على الجراف 0.08 الاوميجا 2 باي 3.14 نيو اللي هو الفريكوانسي، فانا هجيب من هنا مين البريودك تايم، البريودك تايم ايكوال 0.08 يبقى الفريكوانسي 1 على البريودك تايم، وبكده اقدر اجيب الاي ماكس، فيبقى الاي ماكس بتساوي كذا. هو كان طالب ايه اصلا؟ هو اصلا بيقول لي ايه؟ كالكوليت ذا انديوسد اي ام اف ات ذا انستنت، ات انستنت واي، انستنت واي عندها الماجنتيك فلكس بيساوي زيرو، فيبقى الانديوسد اي ام اف بتساوي ماكسيمم، فيبقى ادي سوليوشن اللي هنجيب بيه قيمة الـ induced EMF. اوكي. في عجالة عندي devices almost they have the same structure. أول ما تلاقي two slip rings تعرف إن ده AC generator وتعرف إن الكرنت اللي طالع alternative current. نص سايكل في الـ positive ونص سايكل في الـ negative. الاستراكتشر بتاعه ماجنتيك فيلد كويل اور ارميتشر تو سليب رينجز تو جرافايت براشز. بصوا بقى لو عندنا التو سليب رينجز وحطينا بدلهم كوميوتيتر ايه اللي هيحصل؟ يقول وي ويل اوبتين كرنت بالشكل ده اسمه فول ويف ريكتيفايد كرنت.
هتحصل على current in only one direction، يا في البوزيتيف يا في النيجاتيف. كل اللي عملناه شلنا التو سليب رينجز وحطينا بدلهم كوميوتيتور، والكوميوتيتور ده تو ميتاليك هافز سيباريتد فروم ايتش اذر باي انسيوليتنج ماتيريال. اوعى تنسى لما اجي احط كوميوتيتور فرشه ما بين الكويلز للسيجمنتس 1 تو 2. لو عندي واحد كويل يبقى محتاج 2 سيجمنتس، 2 كويلز يبقى 4 سيجمنتس، 3 كويلز يبقى 6 سيجمنتس. يبقى دي الريشيو ما بين الكويل تو سيجمنتس 1 تو 2. طب الكويل تو سبلتس، لو واحد كويل في سبلت شق واحد اللي هيعمل لي في الاخر خالص 2 سيجمنتس. 2 كويلز يبقى محتاج شقين اشقها شقتين يبقى 2 سبلتس. يبقى الريشيو بتوين كويلز تو سبلتس 1 تو 1. تمام؟ اوكي؟ ساعتها هحصل على فول ويف ريكتيفايد كارنت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام. لكي نحصل على كارنت لا يصل مطلقا الى زيرو، never reaches to zero، at least two mutual perpendicular coils وكوميوتيتور segments twice the number of coils، ساعتها هنحصل على كارنت دايركت كارنت. بالمناسبه ده دايركت كارنت وده دايركت كارنت، بس هنا لازم تفهم دايركت كارنت يعني كارنت ان اونلي وان دايركشن. طب ما ده ان وان دايركشن. طب وده ده دايركت كارنت نيفر ريتشز تو زيرو. ده بيبقى كام بقى؟ بيبقى ماني كويلز سيباريتد باي سمول انجلز، ده كارنت لن يصل مطلقا الى الصفر. طيب الشكل بتاع الدي سي جنريتور ممكن يبقى الدي سي موتور. الفرق في الدي سي جنريتور بنعمل ايه؟ جنريتور يبقى بحركه ويديني كهرباء، جنريتور يبقى هيجنريت الكتريسيتي، الجنريتور يبقى هيجنريت الكتريسيتي. كويس، ده الدي سي جنريتور. الدي سي موتور اديله كهرباء يديني موشن. الدي سي جنريتور بطبق فليمنج رايت هاند رول عشان اجيب الدايركت الدايركشن بتاع الانديوسد كارنت. الدي سي موتور بطبق الفليمنج ليفت هاند رول عشان اجيب الدايركشن بتاع الفورس، عشان لما اجيب فورس وفورس من بعد كده اجيب الدايركشن بتاع التورك. الموتور passes the perpendicular position by the effect of inertia. هيعدي ال perpendicular position by the effect of a inertia. لو احنا برضو بصينا عايز تزود ال efficiency of motor اعمل ايه؟ increase the number of coils separated by small angles. خلاص؟ ال efficiency of motor can be increased by increasing the number of coils with equal angles between their plants. Okay. أشوفكم في البارت اللي بعد كده إن شاء الله. يلا إلى اللقاء.